وعليكم هل يشترط أن تكون الصدقة الجارية من مال الميت أم من مال أي أحد؟ هل يشترط أن تكون الصدقة الجارية من مال الميت؟ لا، لا يشترط، الميت نعم. لا يشترط ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. السلام عليكم.